الروائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ العباقره اصحاب بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، الداعم الاكبر للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 5035 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا النقط لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الأولى واللي بتضم فريق فاي كلوب في صدارة المجموعة بست نقاط و440 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق وايت ستون بست نقاط و390 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق أليكس بثلاث نقاط و210 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق تايجرز مفيش نقاط و175 نقطة إجابات صحيحة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو للأسف الشديد وادعوا البطولة، بس أكيد استمتعوا بالتجربة. رعب كلها فريق تايجرز. كان زعلانة جدا ان احنا خرجنا من دور المجموعات، وزعلانة اكتر ان انا هفتقد اجواء الاستوديو، بس ان شاء الله هستعد كويس ونشارك في الموسم الجاي. انا نازل النهارده تحت الضغط، ان شاء الله احاول اجيب اكبر عدد من النقاط وساعد الفريق ان احنا نكسب المباراه. برغم خروجنا من البطوله النهارده الا اننا عايزين نجيب اكبر عدد من النقاط عشان نقدر نساهم مع البنك الاهلي المصري في الخدمات المجتمعيه اللي بيقدمها. للاسف احنا خرجنا من دور المجموعات وماتش النهارده تحصيل حاصل، بس نتمنى نكسب ماتش النهارده ونظهر بشكل كويس. فريق تايجرز الحمد لله على السلامة. السلام حضرتك. جميل جدا ان احنا نيجي مباراة كده عارفين احنا ودعنا، ولكن جايين ننبسط، فاكيد نفسيتكم هتبقى اهدى. في التلاجة خالص. في تلاجة بالظبط كده. ولكن وايت ستون مش في تلاجة خالص، وايت ستون مستنية منكم اجابات. وهي نفسها تحقق اول فوز. يا رب بقى. يا رب بقى صح. واسماء بتشارك لاول مرة ونفسها هي كمان تكسب. وشيماء اختك كالعاده جايه تشجعك كالعاده. ايوه انا ورايا حاجه. كان ورايا امتحان ولسه جاي. كان ورايا امتحان. طب عملت ايه؟ طيب تمام الحمد لله. بصي، اول مشاركه اكتسبتي خبره عشان لو فكرتي تشاركي تاني تبقي عارفه يعني ايه العباقره. ايوه العباقره مش يعني فركه قدام التلفزيون، لا حاجه تانيه. ولا قاعده جنب المشاهدين كده، لا 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 لا، قعدنا على كرسي العباقرة الموضوع بيختلف تماما. فعلا. وليه رأيك عبد الرحمن؟ أكيد طبعا تجربة جميلة. احنا السنة دي ربنا ما وفقناش، يعني أكيد كان عندنا شوية أخطاء بس تعلمنا منها للمواسم اللي جاية بإذن الله. وبصراحة الفريق كان متعاون جدا، أنا حابب أشكرهم و نشكرهم. نشكر فريق تايجرز طبعا. يعني بشكر روضة برضو، وهي النهاردة عندها امتحان مش ما قدرتش تيجي، بس كانت من العناصر المؤثرة جدا في الفريق. وعايز بس أشكر حد معين. أنا السنة اللي فاتت الحمد لله كنت في الفريق اللي خد البطولة، حد تعب معايا جدا في الموسمين سواء الموسم ده أو اللي فات بالذات، يسرى مراتي. فعايز حقيقة احسن لك تشكرها بالظبط عشان ما باتش. انا مش هودع البطوله وما اشكرهاش كمان تبقى مصيبه. البيت في نفس الوقت. يعني كفايه تعبت. ولكن السنه اللي فاتت كان معاها الكاس بالظبط، فدي حاجه حلوه. يعني انا واندرو السنه دي سبحان الله ودعنا بدري بدري. هي دي ميزه العباقره، كله قوي وبتتغير في ثانيه. اندرو السنه اللي فاتت كان متالق، السنه دي تالق اول مباراه وبعد كده ما تعرفش ايه اللي حصل. العباقره ما نقدرش نقول فيه وتيره واحده ثابته، عامل زي البريمير ليج كده، يعني ما تتوقعش بالظبط كده. احنا زي الدوري الانجليزي، اي فريق يقدر يكسب اي فريق. صح. عشان كده انتوا ممكن النهارده تكسبوا ونودع وتودعوا البطوله بالظبط. تتوقع ايه يا سيف؟
والله ايا كان مين الكسبان احنا ان شاء الله نعمل ماتش كويس. احنا الماتش الحاسم بالنسبه لنا كان الماتش اللي فات، كنا قريبين جدا بس خسرنا على اخر سؤال للاسف. فاحنا جايين نستمتع النهارده بغض النظر مين اللي هيكسب، هم ناس محترمه جدا ويستحقوا كل خير، وبرده وايت ستون المجموعه كلها ناس محترمه الحقيقه، وتعرفنا على ناس جديده فيها كنا اول مره نلعب قصادهم، فخير ان شاء الله. وبعد اذن حضرتك كنت عاوز بس اوجه الشكر لمهتاب، هي كانت معايا في الفريق السنه اللي فاتت، ساعدتني جدا في تحت الضغط، كانت بتجمع لي اسئله وكده، ما كانش في فرصه اشكرها في الحلقه اللي احنا خسرنا فيها، فقلت اشكرها بقى في بدايه الحلقه دي. نشكرها كلنا. فريق تايجرز نورتونا الموسم ده، هنفتقدكم في دور الثمانية، ولكن النهاردة عندكم ميزة جميلة جدا، هتلعبوا مباراة بدون أي ضغوط، بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلها فريق تايجرز. أما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو في موقف صعب جدا، فرصتهم الوحيدة للصعود لدور الثمانية هو الفوز والحصول على 180 نقطة إجابات صحيحة. نلعب كلها فريق أليكس. فريق النهاردة معتمد عليا فكرة تحت الضغط، عليا مسؤولية كبيرة، إن شاء الله أكون قد المسؤولية وأجاوب على أكبر عدد من الأسئلة. أنا النهاردة أول ماتش أبدأ أساسي، استعديت كويس، بتمنى أكون إضافة لفريقي عشان نقدر نحسب الماتش. التوتر أثر علينا بشكل كبير الماتش اللي فات، إن شاء الله نركز أكتر ونحسم الماتش وناخد الثلاث نقاط. إحنا النهاردة جايين وهدفنا إن إحنا نكسب وكمان نجيب سكور عالي عشان نقدر نصعد لدور الثمانية. فريق أليكس الحمد لله على السلامة. فرق كبير جدا ما بين إحساسهم وإحساسكم. أنتوا تحت ضغط غير عادي، 170 نقطة تودعوا البطولة، فالموقف مش سهل، وهم الحقيقة نفسهم كمان، وما أقدرش ألوم نفسهم، في ثلاث نقاط يودعوا البطولة من غير نقاط ليه؟ فالماتش ده هيبقى ماتش حلو، وليه رأيك يا هالة؟ ان شاء الله يكون ماتش كويس وناخد ال 180 نقطة ونتأهل بإذن الله. محمد محمود أخبارك إيه؟ الحمد لله زي حضرتك. احكي لي متوقع إيه ماتش النهاردة؟ إن شاء الله هيبقى ماتش كويس، أنا بتشرف إن أنا بلعب قصاد عبد الرحمن وسيف، طبعًا عبد الرحمن بطل الموسم اللي فات، كانوا معايا الموسم اللي فات، يمكن ما قابلتهمش، يعني أول مواجهة لينا، بتمنى إن شاء الله إن الماتش النهاردة يبقى ماتش كويس وعلى مستوى التوقعات. ان شاء الله نعمل ماتش كويس ونتاهل باذن الله. داليا منصور ده حضرتك يا مس، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. داليا منصور بتحتفل بعيد ميلادها النهارده، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. انا بقى هنتهز الفرصه دي واديك كتاب هديه واقول لك كل سنه وانت طيبه. عيد ميلاد سعيد، واحنا الحقيقه مبسوطين جدا ان احنا معاكي يوم عيد ميلادك في الاستوديو. ده أكيد يوم يعني بنقول very special، يوم مميز جدا بالنسبة لك. أنا مبسوطة أكتر والله. فإنك تبقي معنا يوم عيد ميلادك، فدي أقل حاجة أقدمها لك، كل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيب يا رب. قولي لي بقى حلمك إيه على مدار السنة دي، مش 2024، سنة داليا منصور، ناوية تعملي إيه؟ والله إحنا آخر سنة السنة دي في الكلية، فهبدأ كارير بقى جديد وحياة جديدة بعيد عن الكلية والدراسة وكده. يعني دي سنة مهمة جدا. ايوه ان شاء الله خير. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب يا رب وخير وسلام. سعد صالح. سعد يحيى سعد. ازيك يا سعد؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عصام عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قول لي يا سعد احساسك ايه بماتش النهاردة بالموقف الصعب اللي أليكس موجودة فيه؟ هو موقف صعب طبعا زي ما حضرتك قلت، بس أهم حاجة إن احنا طبعا نكون هاديين وان شاء الله خير، يعني احنا نحاول الاول نبدا الماتش كده واحده واحده وربنا يكرمنا ان شاء الله، يعني على حسب بقى الظروف. ربنا يوفقكم، موضوع مش سهل ولكن كل شيء وارد في برنامج العباقرة. النهارده عندنا مفاجاه جميله جدا، منى بهاء جايه تشجع فريق أليكس. ايه المفاجاه الحلوه دي يا منى؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله. انت تعينتي مدير فني ولا ايه؟ ايوه مدير فني. بتقبضي؟ أو أستاذ سمرة أسني أصحاب الجياد قدمني أبقى معاهم مدير فني كمان؟ أه. طب قولي لي بقى بتقبضي بالدولار ولا باليورو ولا بالجنيه المصري؟ لا بالدولار. مرة واحدة؟ اه بالجنيه الاسترليني. يا نهار أبيض، ده احترافية غير عادية. والله يا منى أنت مش متخيلة أنا انبسطت إزاي أول ما شفتك في الاستوديو. أنا كمان أنا مبسوطة إني جيت أصلاً. وإحنا هنستناكي في الموسم الجديد.
ان شاء الله انا هقدم النهارده. انا سمعت بقى ان انت ما كنتيش عايزه حد يقول لي انك موجوده. أوه. وعايز اقول لك حاجه فعلا ما حدش قال لي. ايوه هم قالوا لي حاجه واحده بس، قالوا لي حاجه واحده بس، قالوا لي في مفاجاه حلوه جدا ليك في الاستوديو. ايوه طلعت انت المفاجاه الحلوه. ايوه انا كنت عايزه اعمل لك مفاجاه كده. هي مفاجاه حلوه فعلا. طبعا اشكر الدكتور عبد العزيز الصبري عايده مجلس اداره ان دي صحابك جيد بشكره يعني ان قال لي تعالي شجعينا. ما أجمل عيلة العبقر فعلا، ما أجملها. شكرا يا عبد العزيز. وطبعا بص يا دكتور، يعني أنك تهتم أن منا تيجي معاك عشان تشجع فريقك ده شيء يسعدنا ويشرفنا. ويا منا شد حيلك، العبقرة قادرون باختلاف الموسم الثالث. صعب ولا إيه؟ جدا. خلاص بقى دلعناكوا كتير. انت عايزين تدلعوا كده على طول؟ لا تعالوا بقى. ماشي خلاص بقى. بعدين انتوا اتدربتوا ودخلتوا الاستوديو كتير. ايوه دخلنا كتير قوي. فخلاص بقى فرقه هنشوف لسه بقى انت هتبقي مع فرقه مع مين في تصفيات زي كل سنه. بشكر يعني فرقه البحاره ان انا استمتعت جدا كنت معاهم، كنت مبسوطه جدا. لسه هنشوف فريقك الجديد هيبقى مين. كنت مبسوطه كان معايا علاء وايمن وعلي واسامه واسلام. بص بقى كل موسم بيبقى عندك فريق جديد ودي احلى حاجه. كل موسم تبقى معاك عيله عبقره. عيله العبقره. برافو عليكي. هنستناكي بقى في الموسم الجديد. اتفقنا؟ كمان عشان سؤال. اتفضلي. انا اول ما خدت كتاب ربع جرام قريته كتير. قريتيه اكتر من مره؟ اكتر من مره. وعجبك؟ وعجبك جدا ان في حاجات بتحصل فعلا. حاجات كتيره بتحصل حقيقيه وحاجات وحاجات يعني الكتاب كان عن المخدرات. عن المخدرات. كويس. داليا خدت نسخه النهارده هديه عشان عيد ميلادها، وكلامك ده هيخليها تقراها على طول. عندك صاحب اسمه صلاح؟ عندي صاحب اسمه صلاح. احنا هنناقش الروايه على الهواء. منا منورانا في الاستوديو. منورك فريق أليكس. بتمنى لكم كل التوفيق. مباراة صعبة، خلينا نشوف هيحصل إيه. كلنا نحيي فريق أليكس. المجموعة الأولى والجولة الثالثة وآخر مباراة في المجموعة الأولى. العباقرة أصحاب في الموسم الرابع، ست فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي فئة العملة الورقية المصرية التي يوجد عليها تمثال الكاتب المصري عام 2024 يا داليا؟ 200 جنيه. 200 جنيه إجابة صحيحة. رمز للعلم والثقافة، وتم إصدار العملة في 2007. داليا منصور من حقك تختاري. عيد ميلادك بقى، اعملي كل اللي انت عايزاه النهارده. هم يتفضلوا. تمام. تايجرز هتبتدوا الاول. واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب وعلوم. تايجرز انت جوكر. مش في الجغرافيا. يا سلام. جغرافيا. والسؤال: ما هي أكبر صحراء من الرمال المتصلة في العالم من حيث المساحة؟ مساحتها 650 ألف كيلومتر مربع. تحتوي على كثبان رملية كبيرة. تحتها مياه جوفية عمرها أكثر من 5000 سنة. جوبي؟ 650 ألف كيلومتر مربع. طبعاً إجابة خاطئة. الربع الخالي. الربع الخالي يا هالة. إجابة صحيحة. جوبي 1,300,000 كيلومتر مربع. طبعاً الربع الخالي بتقع فين؟ السعودية. في السعودية. في أربع دول أغلبتها في السعودية، وفي اليمن
وعمان والإمارات. أول 10 نقاط تخطفهم أليكس من تايجرز. إمتى الجوكر يا أليكس؟ تاريخ أو علوم؟ بس تاريخ أو علوم، تمام. جغرافيا، والسؤال هو فيتشينكو، أطول نهر جليدي بالعالم خارج المناطق القطبية ففي أي دول أسيا الوسطى يقع؟ يقع في سلسلة جبال بامير. طول النهر حوالي 80 كيلومتر، وتم اكتشافه 1878. أوزبكستان؟ أوزبكستان للأسف إجابة خاطئة. للأسف. آية؟ كرغسستان. أنتوا الاتنين قربتوا جداً. هارد لك يا آية. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. كازاخستان، تركمانستان، طاجكستان، أفغانستان. آية؟ طاجكستان. طاجكستان. خدتي الريسك يا آية ليه؟ متأكدة منها. متأكدة؟ أنا كنت محتارة بين الإجابتين في الأول. إجابة صحيحة. النتيجة تعادل، رجعت سؤال الجغرافيا. تايجرز، سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو في عهد أي رئيس وزراء مصري تم إلغاء الألقاب المدنية؟ الإلغاء ده تم في أغسطس سنة 1952. الألقاب اللي اتلغت كانت حضرة صاحب الدولة، حضرة صاحب المعالي، الباشا، البك. أنا الحقيقة كان نفسي في حضرة صاحب المعالي عصام بك يوسف، كانت بحاجة لطيفة جدا. سيف، إجابتك. هو اللي كان قريب من الفترة دي كان باشا. أنا الآن لحس يكون واحد يعني قبلي أو بعدي. هو مفروض مصطفى النحاس. لا يا راجل، هو في الخمسينات أصلا. مصطفى النحاس ما تولاش الوزارة بعد الثورة. ده الأربعينات. آخر وزارة تولاها اللي حصل وقتها حريق القاهرة. سيف، إجابة خاطئة. سعد. علي ماهر باشا. علي ماهر باشا، إجابة صحيحة. أول رئيس وزراء بعد ثورة 52، صاحب معالي الدولة سعد صالح. برافو عليك، 10 نقاط. 20 أليكس. تايجرز 10. أليكس، سؤال في التاريخ. سؤال مش سهل. إن شاء الله خير. تاريخ والسؤال هو تم تدمير دار الأوبرا الملكية التابعة لإحدى جزر البحر المتوسط في إبريل 1942، فما هي؟ اتدمرت في قصف جوي خلال الحرب العالمية الثانية. الأوبرا دي اتبنت 1866. عملوا استطلاع رأي حول ترميمها ولا استخدامها في شيء آخر، ما عرفوش ياخدوا قرار. في الآخر عملوا أنقاضها نصب تسكاري، دولة جزرية في البحر المتوسط. سعد صالح، إجابتك. قبرص. للأسف الشديد، إجابة خاطئة، مش قبرص. فرصة 20 نقطة. جزيرة كريت. آية، إجابة خاطئة. قلت لكم دولة جزرية. 4 اختيارات قصادنا على الشاشة. اليونان، مالطا، موناكو، بورسيكا. مالطا مفروض. والله؟ طب ساكتين ليه؟ مش فاهم. مالطا. ماشي، نقطة. إجابة إيه؟ صحيحة طبعا. إيه لا، بعد كل ده؟ بعد كل ده. إجابة صحيحة. بتجاوبوا أسئلة بعض. تايجرز 30، أليكس 20. تايجرز، عندنا سؤال في الأدب. شكرا. دوس على البازر.
الأدب والسؤال. من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف رواية عنكبوت في القلب؟ اتنشرت 2018. مزيج من الواقع والفانتازيا، بتحكي عن ولد وبنت بتجمعهم صدفة غريبة وبتتصاعد الأحداث. الرواية دي حلوة جدا والإجابات موجودة مع الجمهور. إجابتك محمد عبد النبي. محمد عبد النبي في غرفة عنكبوت في القلب. أنا قلت عنكبوت في القلب. عبد الرحمن محمد 20 نقطة، إجابة خاطئة. وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد. هاني مطوع. إجابة خاطئة، مع إن السؤال ده سؤال سهل، أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. عادل عصمت، محمد أبو زيد، طارق إمام، محمد ربيع. الآن أنا جدا محمد أبو زيد. طلبة المدارس عارفين، طلبة المدارس بيسقفولك، واضح ان انتوا بتستعدوا بقوة. واضح، إجابة صحيحة. الشاعر والكاتب محمد أبو زيد. النتيجة اتغيرت، 40 أليكس 30 تايجرز. السؤال اللي جاي سؤال أليكس. انتوا طبعا من بداية الحلقة بتجاوبوا أسئلة بعض بس، أدب والسؤال. هو كاتب أمريكي مؤلف رواية المادة السوداء، فمن هو؟ دارك ماتر، اتنشرت 2016، رواية خيال علمي بتدور أحداثها عن عالم فيزيائي بيتخطف وبيتم إرساله لعالم موازي. ستيفن كينج. إجابة خاطئة. أكتر من نص مليون ريت على جود ريدز، من الكتب الأكثر مبيعاً في العالم. بول أوستر. روائي أمريكي مهم، ولكن إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أدجر ألان بو، جورج مارتن، بليك كراوتش، إرنست هيمينغواي. المفروض تستبعدوا اتنين من أول ثانية. استبعدت مين؟ إدجار ألان بو وإرنست هيمينغواي. برافو عليك. فاضل اتنين، جورج مارتن وبليك كراوتش. أنا حاسس إن عدت عليا بس مش فاكر مين. بليك كراوتش. بليك كراوتش بناقص 5 نقط. طبعا جورج مارتن انت عارف أغنية الجليد. ثرونز، أغنية الجليد والنار. إجابة صحيحة. بليك كراوتش 10 نقاط. لسه بتجاوبوا أسئلة بعض. كان مش قادر أصدق، كل الأسئلة اتجاوبت بالعكس. تايجر سؤال في العلوم. علوم والسؤال هو، تم اكتشاف معدن لاريمار أول مرة بإحدى دول الكاريبي، فما هي؟ في أغلب الوقت بيبقى لونه أزرق فاتح. الاسم مشتق من مقطعين، الأول على اسم ابنة مكتشف الحجر لاريسا، ومار يعني البحر بالإسباني. لاريمار بيستخدم في صناعة المجوهرات والعلاج الروحاني. عبد الرحمن إجابتك. كوبا. إجابة خاطئة. هلا. كوستاريكا. ولا كوستاريكا. إجابة خاطئة. أربع اختيارات وهنشوف مين هياخد الريسك. وصدنا على الشاشة، جامايكا، الدومينيكان، باربيدوس، سورينام. المرة دي بقى ريسك غير محسوب.
مش هتعرف تستبعد. هنا بقى انت اتزنقت. هستبعد بربادوس. ماشي. وكنت هستبعد سورينام. جميل. فهي كانت ما بين جامايكا والدومينيكان. انا اجابتي الاولى كانت الدومينيكان. غلط؟ مش كل مرة. دومينيكان ناقص 5 نقط او زائد 10 نقط. صح. اجابة صحيحة. اخيرا تايجرز جاوبتوا على سؤالكم. الحمد لله. 50 تايجرز 40 أليكس. أليكس آخر سؤال في الفقرة علوم والسؤال. كم عدد ذرات الكربون في الصيغة الكيميائية لمركب الأوجينول؟ طبعا طلاب المدارس بيبتسموا وبيضحكوا عندهم الإجابة. حاجة جميلة جدا. صيغته الكيميائية سي كام H 12 O 2. مركب كيميائي ريحته مميزة جدا. داليا منصور إجابتك سي 3. طلاب المدارس مش موافقين. سي 3 إجابة خاطئة. معروف كمان بزيت القرنفل. طبعا ده بيعالج ايه يا اسماء؟ زيت القرنفل بيعالج ايه؟ الاسنان. ايوه ما انت عارفه. الاسنان. برافو عليك. يبقى سي كام بقى؟ 6. شيماء اختك هتعيط. 8 ولا هتعيط. شيماء عارفه الاجابه؟ خليها عندك هرجع لك. هزنقلك اختك. استني اختك بتتخبس علينا. اسماء اجابه خاطئه. 4 اختيارات بزائد 10 او ناقص 5. 12 14 18 10. مين هياخد الريسك؟ مش انا اقول لك صح ولا غلط. شيماء اجابتك سي 10. ايه رايك يا شيماء؟ سي 10. اعتقد غلط. تعتقدي غلط. تعتقد غلط. بس انا اعتقد صح. إجابة صحيحة. 10 نقاط مهمين جدا لفريق أليكس. 50-50. أسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل. ولكن سؤال العلوم أنتوا جاوبتوه. وسؤال العلوم أليكس جاوبته. تمام. مباراة قوية ومتكافئة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 100 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري الدعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.